بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات وليال عشر ذي الحجة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها ولفتا للأنظار إلى مكانتها فقال سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. خذ التقويم وأنشر الأيام كلها، بتلقى في عشر أيام تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام كلام مختلف تماما. إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات. وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الصالحات في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، إي والله أفضل من الجهاد في سبيل الله. فلتكن لنا أعمال نتقرب بها إلى الله، يستحي الإنسان أن يقدم على الله ويديه صفرا، وأعظم ما يمكن أن يؤتى أداء الفرائض على أكمل وجه. الصلاة الصلاة أعظم ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ومن أعظم أنواع هذه العبادات وأفضلها، وهي من أفضل ما يعمل في هذه الأيام العشر، هو الذكر بجميع أنواع كما سأبينه بعد قليل. الله أكبر. إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات. فأكثروا فيها من التكبير والتحميد والتهليل. قال العلماء إن التكبير في أيام العشر من ذي الحجة على نوعين: أولها التكبير المطلق، ويبتدئ من دخول عشر ذي الحجة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. وأما التكبير المقيد والذي روي عن علي رضي الله عنه وعن عمر فيكون أدبار الصلوات، ويكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وصيغته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كبر وأنت في بيتك، كبر الآن وأنت تسمعني، علمها أولادك أن يكبروا، إذا خرجت إلى السوق فكبر، إذا خرجت إلى المستشفى فكبر، إذا مشيت إلى المسجد فكبر، إذا صليت في المسجد فكبر. إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات وليالي العشر. وأفضل ما يتقرب الإنسان فيه في هذه الأيام إلى ربه جل وعلا أن يحج البيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك اللهم. الحج ليس له جزاء، الحج ليس له جزاء إلا الجنة. كلنا عليه من الذنوب والخطايا ما يتمنى أن يتخلص منها، كيف يتخلص؟ قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات وليالي العشر. ومن فضائلها ومنزلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الأمة على صيام يوم عرفة الذي هو خير أيام العام على الإطلاق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة، فينبغي أن يحرص المرء على صيامه. إنها العشر المباركات إنها العشر المباركات وليالي العشر. استعدوا ليوم العيد بكثرة إنهار الدم لله فيه، فأجرها مخلوف على العبد. فصل لربك وانحر. هذه هي أيام الذكر والتكبير والتهليل، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إذا جمعت هذه الخصال انأ بنفسك عن المواطن التي يعصى الله جل وعلا فيها، غض بصرك عما حرم الله، لا تفرح بالمعصية، لا
تجهد نفسك في أن تذهب إلى مواطن يغلب على ظنك أن الله جل وعلا يعصى فيها. وختام ذلك عظم ما عظمه الله سبحانه. ولهذا يا أخي فعلا تعجب من أولئك الذين يجتهدون في العشر الأخير من رمضان، والإنسان يصر إذا رأهم كذلك، ثم إذا جاءت عشر ذي الحجة لا يحفلون بها، صحيح، ولا يهتمون لها ولا يجتهدون فيها كما كاجتهادهم في العشر الأخير من رمضان، مع أن هذه العشر أفضل من تلك وأعظم أجرا، والعمل فيها أحب إلى الله عز وجل وأزكى عنده من العمل في رمضان أو شعبان أو محرم أو سائر أيام العام. أكثر هذه الأيام من كل عمل صالح، من كل عمل صالح، لا تفوت عليك الساعات، فهي فرصة قد لا تعوض.